لا تتصور أن هذه الحيلة ستمر عند حماس. حماس تطرح من البداية كل الأسرى مقابل كل الأسرى، يعني كل الأسرى الموجودين الإسرائيليين والأجانب الموجودين لديها اليوم مقابل الأسرى الفلسطينيين جميعا الجدد والسابقين، وتؤكد على السابقين، وربما من الوسعة الأولى يعني أول مرحلة من الصفقات من الممكن أن تشمل عددا من القدامى المسنين، الأسرى المسنين، ويوجد عدد من الأسرى المسنين الذين أمضوا 30 و40 سنة في سجون الاحتلال، وهؤلاء من الممكن أن يكونوا في طليعة القائمة التي تطالب بها حماس. ولذلك لا تنازل عن قضية أسرى قدامى. أصلا هذه العملية التي قامت بها حماس عندما اخترقت الحدود الإسرائيلية كان هدفها الأول هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض حتى تطبيق اتفاقيات أوسلو التي تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى. ما زال حتى اليوم حوالي 30 أسيرا فلسطينيا من فترة ما قبل أوسلو ينبغي أن يطلق سراحهم حسب اتفاقيات قانونية دولية، وإسرائيل تخرقها. ولذا وهنالك طبعا عدد كبير من الأسرى المرضى، حوالي 700 أسير هم مرضى، بينهم على الأقل 70 مريضا بأمراض مزمنة، ويوجد خطر على حياة 30 منهم. فهذه أرقام مذهلة، ولذلك هذا الأمر سيكون حسب ما تطرحه حماس في رأس سلم الاهتمام. الآن يطلقون سراح الأطفال والنساء وقسم من المسنين المرضى. في المرحلة القادمة سيبقى في الأسر الفلسطيني مجموعة من الجنود، يجي حوالي 40 جنديا، هؤلاء سيتم تبادلهم فقط مع الأسرى الباقين القدامى والجدد. هذا ما تطرحه الآن حماس.